دعي الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله إلى مؤتمر في لبنان، رأى كاشف الغطاء أن هذا المؤتمر هو عبارة عن محاولة أمريكية بريطانية لاستقطاب المسلمين إلى صفهم الغربيين في مقابل الشيوعية. الشيوعيون قدموا لكي يتحركوا في العالم، صار اصطفاف، كيف يجتذبون المسلمين؟ قالوا احنا ندز جماعة باسم الحوار الإسلامي المسيحي وباسم البحث عن المشتركات بين الديانات الإلهية وباسم تأكيد على المثل العليا والقيم السامية الموجودة في الديانتين المسيحية والإسلامية. فيا أيها المسلمون تعالوا خلنا نتفاهم. كان من ضمن أهداف المؤتمر الظاهرية أن نبحث في المشتركات في القيم بين الديانتين وأن نتفاهم حول خطة لوقف الإلحاد في العالم. الغرض هنا أنه تعالوا صيروا معنا ضد الشيوعيين، وإلا الغرب وإلا الأمريكيون والبريطانيون ما عندهم شغل ويا الإيمان حتى يدقوا ويلطموا عليه، يريدون هؤلاء المسلمين يصيرون إلى جنبهم حتى يحاربوا عدوهم. بأي اسم يحاربون عدوهم؟ باسم أن هذول شيوعيون ملحدون ينشرون الإلحاد وإحنا ناس موحدون. فدعي عدد من علماء المسلمين وقبلوا الدعوة وذهبوا إلى لبنان، منطقة بحمدون من المصايف. دعي من قبل نائب اللجنة المنظمة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وصلت دعوة إلى الإمام كاشف الغطاء رحمة الله عليه، أنت باعتبارك وجه إسلامي مهم وشخصية شيعية كبرى، تعال تفضل حتى تحضر عندنا هذا المؤتمر. فقال له أنت تسمع موقفي ورأيي في كتاب راح أكتبه وأرسل إليكم منه نسخة وأنشره. فكتب كتابا باسم المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون. تدوروا على المثل العليا، مو رايحين إلى المؤتمر هناك اللي أنشأه وموله وعمل عليه البريطانيون والأمريكيون. تريدون مثل عليا؟ تريدون مناقب موجودة في الإسلام؟ أما مثل هذا المؤتمر فهو لخدمة مآرب هذه القوى الاستعمارية، وهو كان متنبه إلى أن هذه القوى ولا سيما البريطانيين كانوا يعملون بمختلف الوسائل للسيطرة على بلاد المسلمين ولكن بمظاهر مناسبة، ما يجون مباشرة، يحاولون أن يرفعوا لافتات مغرية. كاشف الغطاء كشف الغطاء عنهم وبين أنني أنا أذكى من مؤامرتكم.